بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الثاني الإعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. ده الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وهو إيجاد قيمة تقريبية للعدد النسبي. إيجاد قيمة تقريبية للعدد النسبي. هو الدرس فيه حاجات كتيرة، ولكن ده النقطة الهامة الجديدة بالنسبة لنا. لما يجي يطلب مني في الأسئلة بيقول لي: إذا طلب عددين صحيحين ينحصر بينهما الجذر التربيعي. يعني قال لي إيه الجذر التربيعي؟ مثلا جذر 5 ده أوجد عددين صحيحين ينحصر بينهم، عددين صحيحين ينحصر بينهم. يبقى أول حاجة إيه؟ بربع الجذر. يبقى أول خطوة بربع الجذر، يعني باخد العدد اللي تحت الجذر. باخد العدد اللي تحت الجذر. يعني لو جذر 5 باخد 5، لو جذر 6 باخد الـ6، لو جذر 10 باخد الـ10، وهكذا. تاني حاجة نوجد العددين الصحيحين اللذين لهما جذر تربيعي وينحصر بينهما العدد اللي احنا أخدناه. تالت حاجة نوجد الجذر للأعداد الثلاثة مرة ثانية. ناخد مثال بالخطوات الثلاثة دي، ناخد مثال. يو قال لي ايه؟ اوجد عددين صحيحين متتاليين ينحصر بينهما جذر 5. يبقى انا ايه؟ باخد 5 اهو. خلينا نرسم الخط الاعداد، خلينا نرسم خط الاعداد كده عشان ايه؟ يبقى سهلة بالنسبة لك. ادي ايه؟ انا بقول بربع على جذر، يعني باخد العدد اللي تحت الجذر 5، يبقى ادي 5 اهو. اخد بعد الـ5 يبقى عندي ايه؟ 6 7 8. اول ما اقابل الجذر عدد ليه جذر يبقى اخده، يبقى الاول جذر على اليمين كام؟ 9. ناخد على اليسار 5، يبقى هنا كام؟ 4. يبقى انا اخد الـ4 لان ليها جذر. يبقى الـ5 ده اكبر من الـ4 واقل من الـ9، مظبوط كده؟ يبقى الـ5 اكبر من الـ4 واقل من الـ9. اخد الجذر التربيعي للتلات اعداد، يبقى جذر 5 جذر هي جذر 5 هيبقى اكبر من جذر الـ4 كام؟ 2. وجذر الـ9 كام؟ 3. يبقى جذر 5 ينحصر بين عددين 2 و3. سهلة جدا جدا وما فيهاش أي مشكلة. ناخد مثال تاني. هي سهلة ما فيهاش أي مشكلة، وإن شاء الله ممكن يجي مثال تاني في الإيه في الدرس. لو مش فاهمه عيد الإيه عيد الفيديو مرة ثانية. لو طلب إذا طلب إثبات أن العدد غير النسبي ينحصر بين عددين عشريين. يعني قال لك ايه؟ اثبت ان العدد غير الجذر ده مثلا ينحصر بين كذا وكذا. بعمل ايه؟ يبقى اول حاجه بوجد قيمه الجذر بالاله الحاسبه. يبقى اول حاجه اوجد قيمه الجذر بالاله الحاسبه، الجذر العطيوني. تاني حاجه لو اذا كان العددان المعطيان بهما رقم عشري واحد، يبقى نقرب قيمة الجذر، لأن الجذر لما تيجي تجيبه بالآلة الحاسبة يديك إيه بعد الفصل؟ أعداد كتيرة جدا. يبقى لو هو عاطيك أعداد عشرية ذات فصل عشرية واحدة أو رقم عشري واحد، يبقى أنا أقرب الجذر للرقمين. لو عاطيني أعداد عشرية ذات رقمين عشرين، يبقى أقرب الجذر العشري لتلاتة عشان أعرف الأكبر والأصغر. لو عاطيني العدد العشري بتلاتة، يبقى أنا أقرب إلى 4، وهكذا وهكذا. بعد كده نكتب قيمة الجذر المقربة بين الايه؟ بين العددين. ناخد مثال بيقول اثبت ان العدد جذر 3 ينحصر بين الـ1.7 والـ1.8. يبقى اول خطوة بجيب ايه؟ نشوف كده الآلة. أهيت طيب، ادي التلاتة.
نجيب لها ايه؟ الجذر التربيعي. نجيب لها الجذر التربيعي، يبقى يدينا كام؟ 1 و7 3 2 معايا، 1 و7 3 2 0. طيب نخلي الآلة كده شغالة، يبقى هنا الجذر التكعيبي أو جذر 3 يساوي إيه؟ 1 و7 3 2 0. ده قيمة الجذر. وهنا عاطيني إيه؟ عاطيني الأعداد، فاصلة عشرية هنا، رقم بعد الفاصلة، وهنا رقم بعد الفاصلة. يبقى أنا إيه؟ أخلي الجذر التكعيبي رقمين بعد الفاصلة. أقرب يبقى يدينا الجذر 3 يساوي 1.73، صح كده؟ 1.73. ليه بقى؟ لان انا شايف 1 و7، ولو انت قربت الرقم هيديك 1 و7، يبقى انه الاكبر، ما انتش عارف. هنا اي 1.73 اكبر من 1.7، يعني 70%، يبقى اكبر، يبقى الجذر نفسه اكبر من ده. طيب واصغر من 1.8 اكيد، يبقى نقدر نقول ايه؟ ان 1.73 اكبر من 1.7 واقل من 1.8. يبقى لو انا اخدت الجذر الجذور بعد كده، يبقى جذر التكعيب ده قيمه الايه؟ الجذر التكعيبي للثلاثه هيبقى اكبر من 1.7 واقل من 1.8. معايا كده؟ تمام. يبقى تقدر تقول ان جذر 3 محصور بين 1.7 وال1.8. بيقول لي اثبت ان الجذر التكعيبي لل 12 ينحصر بين 2.2 و 2.3. طيب يبقى اول خطوة الآلة الحاسبة، هي الآلة الحاسبة بس اعتقد هنا ديت ما فيهاش الجذر التكعيبي. هتشوفها انت بقى، معلش، في الجذر التكعيبي في الآلة الكبيرة. هنا الآلة دي ما فيهاش جذر تكعيبي، يبقى أنا إيه؟ بشوف الجذر التكعيبي لل 12 هيطلع بقيمة زي ما إحنا إيه؟ زي ما إحنا هسيبها لك ديت، هسيبها لك عشان يبقى أنت بجيب الجذر التكعيبي لل 12 هيطلع بقيمة، أخلي القيمة إيه؟ أقربها إلى هنا، ده رقم 10، يبقى أقربها إلى رقمين عشريين، هتلاقي العدد اللي طلع ده محصور بين ده وده. السؤال الثالث اللي بيجي بيقول لي إذا طلب تمثيل أي عدد غير نسبي، أي عدد جذر تربيعي مثلا عايز يمثله على خط الأعداد، بعمل إيه؟ أول حاجة بنأخذ العدد تحت الجذر، بطرح من هذا العدد واحد وأقسمه على الاتنين، يعني هيبقى مثلا العدد ده وليكن س، يبقى س زائد 1 على الاتنين هيديني قيمة. القيمة دي بسميها إيه؟ بيديني طول العمود، طول العمود من النقطة، نقطة الأصل هي صفر. طيب نضيف 1 على العدد، نضيف على العدد 1 ونقسمه على الاتنين بيديني ايه؟ لو انا اضفت 1، يعني لو طرحت 1 يديني العمود. طب لو اضفت 1 بيديني القطر ده، نصف القطر ده، نصف القطر اللي هو ده، اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل قيمة الجذر، اللي هو بيمثل قيمة الجذر. طيب بعد كده بفتح، اقف هنا، اقف عند النقطة العليا للعمود، وافتح البرجل بمقدار القيمة اللي هنا دي في الخطوة 2، وبعد كده اخد قوس، القوس اللي هيجي ده هو يمثل الجذر بتاعي، القوس اللي هيجي هو هيمثل هذا الجذر. ده لو في حالة الجذر بس، يعني لو قال لي مثلا جذر 3، يبقى طيب لو قال لي جذر 3 زائد 5، يبقى انا ببدأ منين؟ من النقطة 5، يعني كأني هنا همشي 5 نقاط وابدأ، وابدأ انفذ بقى، اخد الثلاثة وارسم العمود من عند النقطة 5. طيب لو قال لي مثلا جذر 3 ناقص 5، يبقى ابدأ من نقطة ناقص 5،
ابدا من النقطه ناقص 5 وارسم برضو جهه اليمين. لو الجذر سالب، يعني لو هنا الجذر ده مثلا يمثل جذر 3، في الاتجاه الثاني من السالب ده هيمثل سالب جذر 3، هيمثل سالب جذر 3. طيب ناخد مثال، ناخد مثال، ما عندناش ادوات اي نعم، بس احنا ايه، طيب لو قال لي ايه، لو قال لي اوجد جذر 4 جذر 11، اوجد قيمة العدد ده على خط الاعداد 4 جذر 11، يبقى انا بمثل 4 جذر 11 ايه، يبقى انا بشوف ال 11 زائد 1 على 2 و11 ناقص 1 على 2. 11 زائد 1 على 2 يدينا ايه، 11 زائد 1 يبقى 12 على 2 فيها 6، يبقى اضرب ال 6 في ال 4، يبقى انا بضرب القيمة اللي بطلعها في ال 4، والخمسة اللي هتطلع بضربها في 4. لو قال لي 3 يبقى بضربها في 3، لو قال لي 2 جذر 11 يبقى بضربها في 2. ناخد مثال، بيقول لي مثل العدد جذر 7 على خط الاعداد، يبقى انا ايه، يبقى الخطوة الاولى يبقى 7 ناقص 1 على 2، يعني 6 على 2 يدينا كام، 3، يبقى ده قيمة العمود. الخطوة التانية 7 زائد 1 على 2، يعني 8 على 2 يعني ده 4، يبقى ده قيمة ايه، قيمة فتحة الفرجال، فتحة الفرجال. يبقى انا بعمل ايه، يبقى انا بروح راسم خط الاعداد اهو. يا ريت يا ريت لو انت جاهز دلوقتي، هات منقلة وهات المسطرة وهات البرجل، هات المنقلة وهات المسطرة وهات البرجل. يبقى انا ببدأ النقطة صفر، ايه ادي الصفر ده العمود، يبقى عشان ارسم عمود بعمل ايه، بجيب المنقلة واركز المنقلة في النقطة صفر، واخد الايه القيمة 90، الزاوية 90، وارسم عمود مقداره 3. يبقى العمود ده مقداره كام، 3 سم، بس بستخدمه لما عشان يطلع عمود بالظبط، يبقى بستخدم المنقلة. يبقى انا بركز المنقلة في النقطة صفر هنا، بركز المنقلة في النقطة صفر، واحط نقطة العمود وارسم عمود مقداره 3. معايا كده؟ الخطوة التانية بفتح البرجل، مقدار 4 سم، وركز في هذه النقطة، ركز في النقطة اللي فوق دي آخر نقطة، واروح جاي، هو جذر 7 ولا سالب جذر 7؟ اه جذر 7، يبقى جذر 7 جهة اليمين، لو قال لي سالب جذر 7 يبقى جهة اليسار. وبعد ما افتح البرجل بمقدار 4 اروح جاي واخد قوس، يبقى هذه النقطة تمثل ايه؟ تمثل جذر 7 على خط الاعداد، تمثل جذر 7 على خط الاعداد. طب بيقول لي سالب جذر 5، ماليش علاقة بالسالب دلوقتي، يبقى أول خطوة أعمل إيه؟ أيوه، يبقى 5 سالب 1 على الاتنين يبقى يدينا 2. الخطوة التانية 5 زائد 1 على الاتنين يعني 3، يبقى أنا أروح واخد خط الأعداد كده، أدي النقطة صفر، وأستخدم المنقلة وأعمل زاوية 90 اللي هي العمود القائم، وأروح راسم عمود بمقدار كام؟ 2 سم. أفتح البرجل بمقدار 3 سم، أركز هنا وأعمل جهة اليسار قوس، يبقى ده هيمثل جذر كام؟ سالب جذر 5، جهة اليسار، لو سالب يبقى جهة اليسار، لو سالب يبقى جهة اليسار. ارسم خط الأعداد وحدد عليه النقطة التي تمثل العدد الغير نسبي 1 زائد جذر 2، 1 زائد جذر 2، يبقى العدد عند ايه، 1 زائد جذر 2. معايا؟ خلينا من الواحد دلوقتي، يبقى انا باخد الاتنين اللي هي تحت جذر 2، اول خطوة يبقى 2 ناقص 1 على الاتنين هيدينا ايه، نص، يبقى ده العمود. طيب ومقدار هنا 2 زائد 1 على الاتنين يبقى يدينا 3 على الاتنين اللي هي 1.5. طيب هنا ادي خط الاعداد، ادي الصفر، انا ما بعملش من عند الصفر، انا بعمل من عند العدد الزيادة ده اللي هو الواحد، يبقى اروح اخد الواحد هنا، ادي الواحد، برسم عمود مقداره كام، مقداره نص، ادي عمود مقداره نص سنتي، افتح البرجل بمقدار 1 3 على 2 اللي هو 1.5 سم، اركز هنا وارسم قوس، يبقى ده هيديني ايه، جذر 2 زائد 1، او هيعتبر جذر 2 وزودت انا 1 هنا، يبقى 1 زائد جذر 2، يبقى 1 زائد جذر 2. مثال اوجد
كل من طول ضلع وطول قطر مربع مساحته 7 سم. يبقى انا مساحه المربع يساوي ايه؟ مساحه، مش عاطيني قانون المساحه، يبقى اكتب قانون المساحه، اكتب مش هخسر اي حاجه. يبقى هو عاطيني قانون المساحه، اكتب مساحه المربع، يبقى مساحه المربع يساوي مثلا لو انا عندي طول الضلع لام، يبقى مساحه المربع ايه؟ لام تربيع. يبقى تقول له نفرض ان طول ضلع المربع لام، يبقى مساحة المربع يساوي لام تربيع طول الضلع في نفسه. مساحة المربع كام؟ 7، يساوي لام تربيع، يعني لام تربيع يساوي 7. يبقى اللام لوحدها بيساوي ايه؟ يساوي الجذر التربيعي ل 7 سم. محدش يقول لي بقى زائد او ناقص. ليه ما قلناش زائد او ناقص؟ ليه يجي يقول لي يا استاذ ما قلناش زائد او ناقص ليه؟ لان ده طول، والطول لا يمكن ان يكون عدد سالب. يبقى دايما الأطوال باخدها إيه؟ باخدها قيمة موجبة على طول. ده طول ده؟ ده طول الضلع. طول الضلع. طب هو عايز طول القطر. يعني هو بيقول لي طول الضلع وطول القطر. أدي طول القطر أهو. ده هنا كام ديت؟ ده جذر 7 وده جذر 7. يبقى عايز طول القطر. طول القطر يبقى أنا أستخدم نظرية إيه؟ فيثاغورس. يبقى طول القطر، يبقى القطر نسميه كده مثلا تربيع يساوي جذر 7 تربيع زائد جذر 7 تربيع، يبقى يساوي متربع يدينا ايه؟ 7 زائد 7. يبقى طول القطر تربيع يساوي 14. ده القطر تربيع. يبقى القطر لوحده يساوي ايه؟ الجذر التربيعي ل 14. الجذر التربيعي ل 14. ماشي. طيب بيقول لي دائرة مساحة سطحها 3 باي سنتيمتر، اوجد محيطها. طيب يبقى انا عندي ايه اللي عطوني؟ مساحة، معلش نكتب مساحة الدائرة، نمسح. يبقى انا عندي ايه؟ مساحة الدائرة يساوي مساحة الدائرة ايه؟ مساحتها ايوه طه اللي هي باي، هما بيكتبوا بالانجليش، يبقى باي نق تربيع، طه نق تربيع مساحة الدايرة. اعطيني المساحة كام؟ مساحة 3 باي، يبقى عوض 3 باي يساوي باي نق تربيع. هنا لازم تقول لي ايه؟ هو عاطيني مساحة السطح 3 باي كلها، يبقى شيل مساحة السطح حط 3 باي. هنا باي هنا وهنا باي، يبقى يروحوا مع بعض. يبقى نق تربيع يساوي ايه؟ يساوي 3. يعني النق لوحدها يساوي الجذر التربيعي لتلاتة، الجذر التربيعي لتلاتة. جبت نق، عايز المحيط. يبقى نكتب محيط الدائرة يساوي ايه؟ محيط الدائرة 2 باي نق، 2 باي نق. يبقى 2 باي نق بكام؟ بجذر 3. يبقى 2 باي جذر 3، يعني معناتها 2 جذر 3 باي، 2 جذر 3 باي. يبقى ده محيط الدايرة، محيط الدائرة. بيقول لي احسب قيمة سين إذا كانت سين أقل من 7 وأقل من، إذا كانت جذر 7 أكبر من سين وأقل من سين زائد الواحد، وأقل من السين زائد الواحد. هنا بعمل إيه؟ كأني بربع، كأني هربع. أربع هنا يبقى 7، السبعة هنا. طيب دقيقة واحدة، زي ايه؟ زي الأعداد اللي هي محصورة بين كذا وكذا. يبقى أنا هنا أدي 7، باخد الجذر من 7. السبعة هنا أكبر من كام؟ يبقى هنا في 8 و9، قابلت عدد ليه جذر تربيعي يبقى اخده. تحت هنا، هنا في كام؟ 6 مش جذر تربيعي، 5 مش جذر تربيعي، يبقى ايه؟ 4 جذر تربيعي. يبقى معناته 7 اكبر من 4 واقل من الايه؟ واقل من 9. اكبر من 4 واقل من 9، اخد الجذر للطرفين. يبقى الجذر 7 اكبر من 2 واقل من 3. يبقى قيمة السين بكام؟ يبقى قيمة السين ب2. يبقى تقدر تقول له كده السين يساوي 2، نفس الفكرة اللي احنا اخدناها قبل كده. طيب
طيب ناخد مثال تاني، بيقول لي احسب قيمة س اذا كان الجذر التكامل. انا ناخد برضو نفس الفكرة، يبقى انا ادي خط الاعداد اهو، يبقى انا عندي هنا ايه 13، هنا على يمينه 14 15 16، ليه جذر تكعيب، عدد ليه جذر تكعيب، 17 18 19 20 21 22 23، يبقى اللي ليه جذر تكعيب هنا تلاقي كام، 27 27، هنا 13 يبقى كام 12، اللي ليه جذر تكعيب هتلاقيه كام 8، لو انت مشيت بنفس الايه بنفس الكيفية. يعني ال 13 اكبر من ال 8 واقل من ال 27، يعني جذر 13 اكبر من ال 2 واقل من ال 3. ما ال 27 جذر التكعيب، انا باخد الجذر التكعيبي بالمناسبه ده تكعيب، يبقى السين يساوي كام؟ السين يساوي 2، باخد السين اللي على اليمين دي. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس مفيد جدا جدا بالنسبه لكم، واستفدت من هذا الدرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.